أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي حصول ناديه على الرخصة الآسيوية، وغرد أنمار الحائلي عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء الرخصة الآسيوية مرفقاً إياها بعلامة الإتمام. وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن إدارة الاتحاد سددت قرابة 120 مليون ريال. وفي سياق متصل، نادي الاتحاد يكتسح أفضلية شهر مارس، فقد أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد والنجم إيغور كوراندو لاعب نادي الاتحاد وحارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مارسيلو وواعد نادي الاتفاق سعد الموسى في حصد جوائز الأفضلية لشهر مارس لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد في دوري روشن السعودي، الدوري السعودي للمحترفين عن الجولات 19-20-21. أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي حصول ناديه على الرخصة الآسيوية، وغرد أنمار الحائلي عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء الرخصة الآسيوية مرفقاً إياها بعلامة الإتمام. وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن إدارة الاتحاد سددت قرابة 120 مليون ريال. وفي سياق متصل، نادي الاتحاد يكتسح أفضلية شهر مارس، فقد أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد والنجم إيغور كوراندو لاعب نادي الاتحاد وحارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مارسيلو وواعد نادي الاتفاق سعد الموسى في حصد جوائز الأفضلية لشهر مارس لأفضل مدرب